يشتكي عدد كبير من السياسيين وأيضا من القوى الوطنية المعارضة من موضوع التضييق وعدم النزاهة في مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، ومن بين هؤلاء النائب السابق محمد أنور السادات، وذلك عقب استبعاد جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية التي يرأس مجلس إدارتها من متابعة الانتخابات. وهو ما وصفه السادات بأنها بداية غير مبشرة غير مطمئنة لنتائج ربما تكون محسومة سلفا. من جهة أخرى، يطالب الكثير من المعارضين برقابة دولية على الانتخابات من أجل ضمان مصداقيتها ونزاهتها. وبين المقاطعة والمشاركة بالانتخابات رهن عدد من السياسيين المشاركة بضرورة تحقيق ما تسمى بالضمانات الحقيقية، من بينها الإشراف الدولي أو على الأقل مراقبة دولية وأممية لضمان أن تسير الأمور في مسارها الصحيح. لكن يبدو أن هناك أصوات من قبل مسؤولين في الدولة يدعون أن الطلب بوجود رقابة دولية أو أممية على الانتخابات بمثابة المساس بالوطنية أو السيادة الوطنية كما اسمها. أصوات من شخصيات وطنية تؤكد أن مؤسسات الدولة لا تقف على مسافة واحدة من المرشحين، أي أنها لا توفر أي فرصة لهم من أجل الحصول على ظهور مماثل في وسائل الإعلام الرسمية المملوكة للدولة، ولا تضمن للمرشحين المعارضين الوصول للناخبين أو حتى الانخراط في حوار معهم عبر مؤتمرات أو حوارات بشكل سلس وآمن. قال المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية خالد داود أن الحركة الوطنية وأحزاب المعارضة طلبت مرارا بضمانات للانتخابات الرئاسية كدليل على جدية الدولة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكن بين كل هذه المطالبات يبدو أنه لا أحد يجيب ولا أحد يستمع ولا أحد يريد حتى أن ينظر إلى هذه المطالبات من أجل تجربة ديمقراطية تفرق عالميا وتفرق حتى في الوطن العربي. إذن وفي منتهى الوضوح وبمنتهى التفصيل، ما الذي يريد هؤلاء من مسألة التغاضي عن موضوع الضمانات؟ وعلى ماذا يراهن هؤلاء أيضا من موضوع الانخراط في هذه الانتخابات بالرغم من كل الخروقات الحاصلة حتى الآن؟ نطلع معا على أبرز المانشيتات التي جاءت في هذا الصدد، كيف تناولت المواقع الإخبارية هذا الموضوع. نبدأ معا من موقع المنصة وجدول تعجيزي للمعارضة في انتخابات الرئاسة. الطنطاوي يعلق حملته الانتخابية لمدة 48 ساعة، لماذا؟ لأنه يقول أنه يعاني من المضايقات الأمنية، وأيضا يعاني من مسألة التعدي على أعضاء حملته، حيث أنه برغم من أن عدد أعضاء الحملة يكفي لعمل التوكيلات بشكل سريع لم يستطيع التحصل إلا على توكيلين اثنين. ننطلق إلى درب، والحركة المدنية تقول الجدول الزمني لعقد انتخابات الرئاسة يمثل تعجيز للمرشحين، وأيضا حزب التحالف يطالب بإشراف قضائي على مقار الشهر العقاري لضمان الوصول الحر للمواطنين والتحقيق فيما ورد من أنباء حول وقوع اعتداءات. الغريب في الأمر في هذا الموضوع أن منصات التواصل الاجتماعي امتلأت بهذه الفيديوهات التي وثقت حالة الاعتداء على أعضاء حملة الطنطاوي الذين يريدون عمل توكيل لترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية. إلا أي من الجرائد القومية أو حتى المواقع التابعة للدولة أو حتى القنوات الإعلامية لم تتطرق حتى لمجرد الحديث عن هذه الوقائع. ننطلق إلى عربي 21. السادات يطلب من الجيش حماية الانتخابات وينتقد الأوضاع في مصر ويطالب بضرورة هندسة الانتخابات وإعطاء كل المرشحين نفس الفرصة حتى تكون هناك تجربة ديمقراطية حقيقية ومنعا لما أسماه الاستقطاب بين الشعب المصري. انتقل إلى اليوم السابع، يقول حقق لا تتنازل عنه، قوى سياسية تدعو للمشاركة بقوة في انتخابات الرئاسة، تحالف الأحزاب بحق لكل مواطن لا يجب التفريط فيه. أما التنسيقية تطلق حملة للمشاركة العملية أو العملية الانتخابية، تقول إنها جزء من مسار البناء الديمقراطي، ما دفع البعض للاستغراب ولا سيما التعجب. أين هذه المرحلة الديمقراطية وأين هذا البناء الديمقراطي؟ ولا أحد يستطيع حتى أن يعطي توكيل للمرشح الذي يريده في هذا السباق. ننتقل إلى آخر منشط معنا والعربي الجديد. الانتخابات الرئاسية المصرية مطالب بإشراف أممي، ضمانات أيضا،
ومعصوم مرزوق يقول الرقابة الدولية يصعب حدوثها لعدم رغبة السلطة فيها. كما تحدثت في البداية، هناك أصوات في الدولة تعتبر أن مجرد المطالبة بالضمانات أو الإشراف الدولي أو حتى الإشراف الأممي بمثابة مساس بالسيادة الوطنية أو ربما تشكيك في قدرة الدولة على إجراء هذه الانتخابات بشفافية ونزهة. إذا ننطلق إلى السؤال الأبرز في هذه الحلقة، وهو سؤال البوصلة: على ماذا تراهن الأسماء المترشحة للانتخابات الرئاسية والأحزاب الداعمة أيضا لهذه الانتخابات بعد عدم تقديم أي ضمانات تذكر؟ ما المتوقع في الفترة القادمة؟ وكأن شيء لم يحدث، كان هناك ضمانات طلبت أثناء الحوار الوطني لضمان نزاهة هذه المرحلة، أقصد المرحلة التحضيرية للانتخابات الرئاسية، لكن شيئا لم يحدث.